من تونس للبحرين، مصر لسوريا، كانت الشعارات واضحة للشعوب العربية المنتفضة، شعارات ديمقراطية وشعارات ضد الفساد. للديمقراطية وللفساد الشعارات كانت موجودة بكل هالبلاد. بمصر وبتونس تم ملاحقات رئيسين وعدة وزراء بسبب الإسراء الغير المشروع، وهيدي كانت سابقة فريدة من النوع ولازم تكون مطالبة لإنهاء الحصانة اللي بيتمتعوا فيها السياسيين اللبنانيين والعرب. لهالأسباب قررت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية أن تلتحق بالحملة الإعلامية العالمية يلي رح تقوم فيها الجمعية الدولية للشفافية بأكثر من 80 بلد بالوقت ذاته. بيتبين من الإحصاءات والدراسات إنه الأكثرية الساحقة من المواطنين بعد مقتنعين إنه في فساد، بس مش مستعدين يتحركوا بأي شكل كان تيحاربوا هالفساد ويغيروا الواقع. هيدا هدف الحملة اللي عم نقوم فيها، إنه نشجع المواطن يدافع عن نفسه وعن حقه ويحارب الفساد معنا. ليش وصل الدين العام على 50 مليار؟ ليش مش مأمن الكهرباء 24 ساعة بالنهار؟ ليش شبابنا لازم يهاجروا تلاقوا شغل؟ ليش كل معاملة بدها واسطة وبدها بخشيش؟ الجوابات معروفة من الكل والكل بيعرفها، إنما القليل يلي بدهم يتحركوا تيغيروا هالواقع. حملتنا هي للوعي.